في الوقت الذي يتدخل فيه حلفاء بوتين على خط المعركة، تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن خطوات جادة للحد من التحالفات الشرقية ضد الغرب. فما هذه الخطوات يا ترى؟ وهل ستقف روسيا مكتوفة الأيدي على تصرفات واشنطن في وقت يصعد فيه الغرب حدة التوترات ضد التحالف الشرقي؟ فألمانيا ترسل طائرات حربية فوق سماء تايوان، ومجنون كوريا الشمالية يرد على تهديدات الغرب لبلاده، وأردوغان من كييف يدعم المفاوضات مع روسيا. فهل بدأت روسيا جحيمها على أوكرانيا؟ تحركات ضخمة باتجاه روسيا، وأوروبا دقت ناقوس الخطر، ومجنون كوريا يرد. تجاهلتم رسائلنا التحذيرية وأكملتم لعبتكم في تأجيج الصراع بالمنطقة، وكأن لسان حال الرئيس الصيني يقول للغرب والولايات المتحدة الأمريكية بألا تلعبوا بالنار مع التحالف الشرقي، حيث نتيجة للاستفزازات الأمريكية والغربية للصين أعلنت بكين إرسال قوات عسكرية ضخمة إلى روسيا تحت غطاء المشاركة في مناورة عسكرية كبيرة في الأراضي الروسية نهاية شهر أغسطس الجاري، بينما ينظر الغرب إلى مشاركة الصين في تلك المناورات بمثابة اشتراكها في الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما استدعى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة إثبات تواجدها بالمنطقة. فكان منها أن أعلنت عن إطلاق صاروخ مانتمان 3 رداً على المناورة الروسية الصينية بالمنطقة، ويؤكد خبراء عسكريون أن تواجد قوات الصين والهند وبيلاروسيا وطاجكستان إلى جانب القوات الروسية في هذا التوقيت لإجراء مناورات موسعة وشاملة هي رسالة للغرب وأمريكا. تريد هذه الدول إرسالها للغرب وأمريكا بأن تحالفا جديدا يسعى لتثبيت أقدامه في الشرق ضد التحالف الغربي. وفي حديث له علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرد الأمريكي والاهتمام الغربي الكبير بالمناورات الروسية الكبيرة التي ستجرى نهاية الشهر الجاري في روسيا بمشاركة الصين والهند وبيلاروسيا وطاجكستان قائلا: إن الغرب يسعى لتشكيل حلف ناتو آسيوي جديد، وما أغضب الغرب هو اجتماع الدول الكبرى معا على قلب رجل واحد في مناورات هي الأضخم من نوعها، وهذا ما يزعج الغرب. فيما يؤكد خبراء تخوف الغرب من هذه المناورات من أن يأتي في محله، فاجتماع هذه الدول الكبرى في هذا التوقيت الحساس لإجراء مناورات عسكرية يشكل خطرا كبيرا وتهديدا للغرب. فالصين وروسيا تسعيان بشكل جدي لتشكيل تحالف كبير يناهض التحالف الغربي وحلف الناتو، لذا تزداد مخاوف الغرب من احتمالية بقاء قوات من هذه الدول إلى جانب القوات الروسية والتي قد تنقلهم روسيا إلى الأراضي الأوكرانية استعدادا لعملية عسكرية موسعة وشاملة في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة الأوكرانية كييف ليعقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس الأوكراني زيلنسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفي هذه القمة أعلن الرئيس أردوغان أنه ما من سبيل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سوى الرجوع إلى طاولة المفاوضات. فهل يا ترى من أرسل أردوغان في هذا التوقيت إلى أوكرانيا؟ هل ينقل رسالة من بوتين إلى زيلنسكي دافعا إياه إلى التفاوض؟ أم أن الغرب يريد دفع زيلنسكي للتفاوض ولكن من بعيد حتى لا تحسب عليه لصالح روسيا؟ وهو ما ستكشفه الأيام القادمة. ومع احتدام الأوضاع العالمية وتعدد الأطراف المتصارعة، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه آن الأوان لقواته البشرية أن تستريح ويرسل قواته ورجاله الآليين لإكمال المعركة في أوكرانيا، حيث أعلنت روسيا عن إدخال الكلب نينجا الآلي إلى ساحة المعركة، وهو ما يعد من أخطر الأسلحة الروسية في أوكرانيا.
الروبوت الروسي الجديد الذي أطلق عليه M81 يكسوه قماش أسود ويشبه في هيئته النينجا ويسير على 4 أقدام ويستطيع التنقل بثبات وتوازن في الاتجاهات كافة. وتم تثبيت كاميرات في مقدمة رأسه تحاكي العينين ولديه قدرة على تحديد أهدافه بدقة شديدة، كما يمكنه نقل الأدوات والمعدات العسكرية بالإضافة إلى المراقبة وقدرته على الرؤية الليلية. وعليه قررت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ أسرع من الصوت مضادة للرادارات كي تدمر رادارات الجيش الروسي في أوكرانيا. وجاء الرد الروسي على لسان بوتين أن أمريكا تستغل الحرب لمصالح خاصة بها وحملها مسؤولية إطالة أمد الحرب بدعمها لأوكرانيا. وقامت القوات الروسية باستعراض منظومات هاي مارس الصاروخية الأمريكية التي حصلت عليها من أيدي القوات الأوكرانية، وأعلنت عن ضم لوهانسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا لقائمة المدن التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الروسية في أوكرانيا. وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه يتوجب على البريطانيين عدم التدخل في الحرب واتجاههم لحل أزمات بلادهم، وأصدر الأوامر لقواته الجوية باعتراض أي طائرات تجسس تحاول الدخول للأجواء الروسية، كما فعلت طائرة تجسس بريطانية سابقا واعترضتها مقاتلة روسية وتمكنت من منعها الدخول إلى الأجواء الروسية. وفي مؤتمر موسكو للأمن الدولي أعلن سيرغي شويغو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دمرت ما يجول في الأذهان عن قدرات السلاح الغربي الفتاكة، إذ برزت الأسلحة الروسية والتي تحوز تقنيات عالية الدقة، ما مكن روسيا من السيطرة على مدن كبرى وحيوية في أوكرانيا. كما اتهم الاستخبارات الغربية بتزويد القوات الأوكرانية بالإحداثيات، وذلك من أجل تنفيذ ضربات شديدة في صفوف القوات الروسية. وبالتالي فإن الغرب يشارك في الحرب الروسية الأوكرانية ليس بعيدا عنها كما تدعي دول الغرب بحسب شويغو. وهو ما نتج عنه نشر القوات الأوكرانية صورا لاستهداف مقاتلات ومعدات عسكرية روسية في خيرسون جنوب أوكرانيا. وأعلنت القوات الأوكرانية أنها تسعى لاستعادة مدن الجنوب من القوات الروسية. اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالية بسرقة جوازات سفره أثناء حملة التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية قبل أيام في منزله بولاية فلوريدا. وأعلن أنه سيقاضي الشرطة الفيدرالية لاختفاء جوازات سفره. وكانت الشرطة الفيدرالية قد اقتحمت منزل الرئيس ترامب قبل أيام للتفتيش بغرض البحث عن وثائق سرية تخص البيت الأبيض نقلها معه ترامب بعد انتهاء فترة ولايته. أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن إرسالها طائرة عسكرية إلى سنغافورة وهي الأقرب إلى جزيرة تايوان في خطوة استفزازية للصين. كما أعلنت أنها سترسل طائرات عسكرية إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في خطوة رأتها الصين محاولة من قبل الغرب لتسليح بعض الدول المجاورة للأراضي الصينية لتتمكن من ضرب الصين حال إعلانها الحرب على الجزيرة التايوانية. وما كان من رئيس كوريا الشمالية إلا أن أعلن عن إطلاقه صاروخين من طراز كروز إلى المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بين الكوريتين، والمتوقع أن تزورها نانسي بيلوسي قريبا لإعلانها التحدي لجونغ أون.